السلام عليكم البنات اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا العصير هذا اللي كيعطينا واحد الكميه لا باس بها المهم اخواتي غادي نحتاجو جوج ليمونات وحامضه وخياره يكونوا مغسولين مزيان البنات وعندنا تقريبا واحد مع اربعه المعالق ديال السكر سنيده دا. والحلاوه دائما كتبقى على حسب الذوق وعندنا نص ديال الماء اول حاجه البنات كنحكو الليمون كنحاولوا ما نوصلوش لذيك القشره البيضاء باش ما تجيناش المروره كنحك الليمون وحتى الحامض وبالنسبه للخيار البنات كنقشروه عادي المهم غير بشويه وباش ما نوصلوش للقشره البيضاء باش ما يجيناش حار العصير ديالنا صراحه الناس كيجي كي بنين بزاف ومنعش آه فهاد رمضان هذا والله العظيم انا كنديرو الصراحه زعما كيجي زوين بزاف ونفس الطريقه غنديروها حتى الحامضه المهم الليمونات شويه راه شي شويه وحتى الحامضه صافي الناس من بعد ما كيتهم كيف ما كتشوفوا معايا صافي البنات دابا غادي نقشر الليمون وحتى الحامض غادي نقشر ونحيدوا ليه القشره ديالو وقشرت حتى الخياره البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقطعها ونحيدوا ليها القلب ديالها الا بانت لينا فيه الزريعه بزاف اللهم ما نحيدوه ما كانتش فيه الزريعه الخيار نخليه عادي نقطعوه مربعات وصافي هنا راه كاينه فيه الزريعه البنات كما كتشوفوا معايا غادي نحيدها ضروري نحيدوها لحقاش كت ملي كتكون كثيره كتعطينا واحد المروره من الاحسن نحيدوها صافي الليمون غادي نقطعو وغادي نحيدو منو ضروري العلفة العظمى ضروري نحيدوهم باش ما يعطيوناش واحد المرورة في العصير ضروري نقلبو مزيان الى لقينا شي عظم نحيدوه لا الليمون ولا الحامض البنات اي حاجه نحيدوها حتى ديك اللي كتكون الوسط بيضه كيف ما كتشوفوا معايا حتى هي نحيدوها كتكون في الليمون وحتى في الحامض صافي نقيوه مزيان صافي البنات ومن بعد راني قطعتهم مربعات لا الليمون والحامض وحتى الخيار صافي دابا غادي نزيد عليهم سكر سنيده بالنسبه للسكر الناس كيف ما قلت لكم على حسب الذوق اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يقدر يدير قل من الكميه اللي درت انا واللي كتعجبو الحلاوه يدير بحالي انا درت ربعة المعالق الصراحة جا هو هذاك محلوش بزاف المهم جا مزيان يعني صافي دابا البنات كنزيدو الماء المهم بالنسبه للماء البنات بغيتو ديرو ايترو ولا ديرو ايترونس بحالي انا المهم حتى ايترونس راه كيجي كي مزيان كيجي كي زوين ماشي كيجيكم كي غير الماء ولا شي حاجه لا بالعكس كيجي كي زوين كثريه كانوا الليمونات كبار والحامضه حتى هي كبيره والخيار حتى هو راه ما نعودش لكم كيجي زوين بزاف كيعطينا ايترونس صراحة كيجي زعما روعه والله العظيم يجي واحد العصير اللي هو آه الا ما قالش لكم شي حد راه ديال غير مصاوب في الدار والله العظيم بحال زعما مشري من من المحلات صافي البنات وهنا غادي نصفيه ضروري نحيدو منه داك الحشاف وهذا ديال القشور ديال الحامض وديال الليمون كتكون واحد القشره رقيقه ضروري نحيدوها نصفيو ضروري من بعد ما نطحنوه ضروري نصفيوها البنات صفيو هنا العصير من بعد ما صفيناه كما كتشوفوا كيجي نعيش البنات ما نعاودش لكم نتمنى الفيديو يعجبكم مع فيديو جديد ان شاء الله